بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم راح نتعلم القوائم. عنا طبعا 3 أنواع من القوائم: Ordered List وهي القوائم المرتبة، و Unordered List القوائم الغير مرتبة، و Definition List أو Description List القوائم بشكل تفصيلي، وصف القوائم. نفتح على الفيجوال ستوديو كود وعلى البروزر، نكتب الكود مثلا. يبدأ الكود بعنصر الـ UL. عنصر الـ UL بمعنى قائمة غير مرتبة، Unordered List يعني قائمة غير مرتبة. عنصر الـ UL هو العنصر الرئيسي للقائمة، وبداخله طبعا مجموعة العناصر اللي راح توضعهم بداخله، راح يكون بدون ترتيب. تستعمل عنصر الـ LI List Items LI، مثلا لو وضعنا كوفي تمام. نعمل سيف ونشوف الرن. تمام. طيب اختصارا للخطوة، في ميزة li مثلا ضرب 2 تمام، نوضع ال t مثلا والملك، نعمل سيف ونشوف البراوزر. تمام، الآن أعطانا قائمة غير مرتبة يعني بدون ترتيب، مثلا 1 2 3 غير مرتبة. طيب لو حاولنا مثلا نعدل على خصائصها عن طريق الستايل، وهي لغة CSS غير مطالب فيها حاليا، ولكن للمعلومة نكتب مثلا ستايل equal وعلامة تنصيص، نكتب مثلا list style type ولتكن square نعم مربع. نعمل سيف نشوف البراوزر. تمام، صارت مربع. لو عدلنا عليها كتبنا مثلا نون يعني فارغ، نعمل نشوف البراوزر. تمام، هو جعل القوائم بشكل فارغ. طيب في ايضا السيركل دائري، نعمل سيف. تمام، بشكل دوائر. طيب نتعلم النستد يو ال. كيف يعني نستد يو ال؟ نستد يو ال، نحذف الكود مثلا، نبدأ نبنيه من جديد. يو ال عنصر اليو ال بداخله ال اي مثلا ولتكن كافية. طيب ال مثلا التي لا ال اي تي، نكتب التي مثلا. الآن أنا بداخل التي بدي قائمة للتي، قائمة للشاي مثلا، سهل. بداخل التي نكتب اليو ال، عنصر اليو ال. الآن بداخل اليو ال list items ال اي مثلا ضرب 2 تمام، نكتب مثلا بلاك تي وجرين تي. طيب الآن هذا اليو ال بالنسبة للبلاك تي والجرين تي، هذا اليو ال بالنسبة لكامل يعني قائمة الكاملة، قائمة الكاملة، وهو هاي بالنسبة لليو تي. طيب لو ضفنا كمان جرين تي سكرنا اليو ال والال اي، نضيف مثلا ال اي ولتكن الملك، نعمل سيف نشوف البراوزر. تمام، نشاهد انه الكافي التي بداخله ايضا قائمة، بامكاننا نعدل عليها ونرتبها مثل ما بدنا. طيب نتعرف على الـ OL. الـ OL بمعنى قائمة مرتبة، نكتب مثلا الـ I ضرب 3 كافية ملك، نعمل سيف ونشوف البراوزر. تمام، هو عبارة عن قائمة مرتبة. عندنا الاتريبيوت طبعا هي خاصة بالسي اس اس، بس نتعلمها ما فيها مشكلة. نكتب مثلا ريفيرست نشوف ايش راح يعطينا، نعمل سيف ورتبهم بالعكس. طيب في عندنا اتريبيوت اخر، نجرب مثلا ستارت equal بدي اياه يبدأ من 50
نعمل سيف. تمام، هو بدأ العد من 50. بإمكانك تضيف عليه أيضا الفيرست، نشوف كيف راح يبدأ. راح يبدأ بالعكس. طيب راح نتعلم ديسكريبشن ليست. ديسكريبشن ليست طبعا بيبدأ من الدي ال، نفتح الدي ال. دي عبارة عن description list، بداخله description term، نكتب مثلا dt كافي كافي، و dd مثلا اوصف الكافي هي عبارة عن ايش، مثلا black hot drink. انت الان وصفت الكافي، نكتب مثلا الدي تي الملك، واوصف الملك عن طريق الدي دي مثلا وايت كولد درينك. تمام، يعني الدي تي تستخدم حتى تكتب اسم المنتج او اي شيء بدك اياه، والدي دي هو عبارة عن الوصف. نعمل سيف ونشوف البراوزر. تمام، الاسم والوصف. يعطيكم العافية، إن شاء الله كان الدرس سهل، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي والدرس الجاي.